الى مسند احمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان، حدثنا عبد الله الكبير ابن عبد المجيد ابو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد عليها كذبا فليتبوأ مقعده فليتبوأ بيت الفطر. وقال: حدثنا اسماعيل، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا عطاء بن فروخ قول القرشيين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل الله رجلا الجنه كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه عن سهل ابي امامه سهل بن قريب قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه وارضاه ومحصور في الدار. قال: ولما يقولون؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حزب للمسلم الا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه، او زنى بعد احصانه، او قتل نفسه فيقتل. وقال صدق: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا بن زيد عن سعيد بن خالد عن ابن طارق عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر قال: رايت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر والاضحى ثم ينصرفان يذكران الناس. وقال: وسمعتهما يقولان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. قال: سمعت عليه يقول: نهى رسول الله ان يبقى مسلمكم عندكم شيء بعد ثلاث. هذه كلها احاديث ثبتت عن عثمان بن عفان، اما الحديث الاول فاسناده صحيح عن شرط مسلم اخرج البخاري من طريق ابي بكر الحنفي بهذا الاسناد. قال: من تعمد عليها كذبا فليتبوأ بيتا من النار. أعوذ بالله من الشيطان. الكذب من صفات المنافقين، وأعظمه الكذب على رب العالمين وعلى سيد المرسلين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب من صفات المنافقين، وسبب التصديق من صفات المتقين. واعظم الكذب على الاطلاق الكذب على الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تقدس ان سيكون الكذب هذا حلال وهذا حرام ان تفتروا على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى حديثا يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين. ولانه لو كذب على رسول الله اضل الناس واخذوا الناس بكلامه، اكلوا الربا على حد وشربوا الخمر على حد وسالوا على حد، فيكون الامر بشر عظيما. لذلك كانوا يتحرون من يصدق في الرواية. وأصحاب القرون الأولى هم أصدق الناس رواية وأصدق الناس دينا. الحديث الثاني: أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا مشتريا بائعا قاضيا. هو بقوله رحمه الله رأى سمحة للجماع، سمحة للشرع، سمحة للقضاء. السماحة خلق الإسلام، السماحة خلق الإسلام، السماحة أصل الخلق، والرفق بالناس من اعظم الاخلاقيات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة: سمحا اذا اشترى، سمحا اذا باع، سمحا اذا اقتضى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. فافضل واحسن التعامل مع الرفقاء الذين يرفقون بالناس، الذين يحسنون اليهم بالرحمه ويرحمون الناس. انما يرحم الله من عباده الرحماء، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم روى الحديث، وهذا الحديث اسناده حسن، له طرق يتعاضد بها فيقوى. الحديث الثالث هو حديث عثمان عندما كان محصورا من الخوارج، افسد خلق الله وافسد فكر موجود في التاريخ. قال: علام يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم مسلم الا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه، او زنى بعد احصانه، او قتل نفسا فيقتل بها، او قتل نفسا فيقتل بها. فقال: انا لست واحدا من الثلاثه. قال: ما زنيت في جاهليه ولا في اسلام، وما قتلت نفسا حتى يقتلوني، وما بعد وبعد
شهدت بالإيمان والإسلام ما أرضى لديني مدى، فلما يقتلوني فلما يقتلوني. وهذا إسناد صحيح عن شرط الشيخين. قال المصنف: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن أزهر قال: رأيت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحى ثم يصرفان يذكران الناس. قال: سمعتهما يقولان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. قال: وسمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نصفكم عندكم شيء بعد ثلاثة. هل فيها دلالة على أن الأمير هو الذي لا أما يقول لي الصلاة أنا مش فاهم. لا أن الأمير هو الذي يصلي بهم العيد، أن الأمير هو الذي يصلي بهم العيد هو الذي فعلي بن أبي طالب كان أميرا، هو الذي خطب وخطب به مع عثمان وعمر وكلهم قالوا لا أن السلام عن صيام هذين اليومين. عمر علل وقال أما الأول فتتركوا من صيامكم وأما الثاني فأن تأكلوا من نسككم. وزاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عثمان قال: وسمعت علي يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث. وهذه كانت مقيدة ليست مطلقة، ولذلك نسخت هذه الأحكام نسخت، يعني حكم عدم الادخار كان من أجل الدافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم قد نهيتكم عن ادخار لحوم الحمر لحوم الأضاحي من أجل الدافة. الآن فرج الله وسع الله عليهم فقال السلام: الآن فاكلوها وادخلوا وهم. فأباح لهم الادخار بعدما جاءت الساعة، لكنه كان قد نهاهم من أجل الدافة، وحاجة الناس بالمدينة كانت عظيمة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار. وهذا حكم مؤقت كالحكم الذي يعلل بعلة، إن انتفت العلة انتفى الحكم. الفوائد المستنبطة: غالب الأحكام معللة، دم المسلم عند الله عظيم فلا يحل إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس بالنفس، والمرتد، والزاني المحصن. السماحة لا يعدلها شيء. خير الناس من أرفق بالناس. أعظم الجرم الكذب على الله وعلى رسوله. أعظم الجرم الكذب على الله وعلى رسوله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.